عبد الجزائريين والتخفيف عن كائن الفقراء فارن جمعية شباب مكافحة الغلاء بنور بالنور عن استمرار ذبح العجول أمام مسجد أولاد نوارة لحم بقري ممتاز والسعر 100 جنيه وكل عام حضراتكم جميعا بخير. بهذه الرسالة استطاع أهالي قرية برج النور التغلب على ارتفاع أسعار اللحوم والتصدي لجشع التجار. ماذا حدث وكيف تم ذلك؟ دعونا نبدأ الحكاية من تلك النقطة. مع تضاعف أسعار اللحوم أصبح شراؤها عبئاً يرهق ميزانيات بيوت القرية، الأمر الذي دفع عدداً من الأهالي للقيام بمبادرة ضد الغلاء لإجبار تجار اللحوم على تخفيض الأسعار. هذه المبادرة تكونت عندنا هنا في القرية بعد ارتفاع الأسعار وخاصة اللحوم حتى وصل الكيلو ب 130 و 140 جنيه، وتخوفا من الأيام المباركة اللي جاية شهر رمضان على الأبواب وتزيد اللحوم، فقررنا عمل مبادرة مع أهل الخير بالقرية إن احنا نواجه هذه المشكلة على الواقع وعلى الطبيعة. فقلنا هنجيب العجول ونجيب اللحمة ونشتريها من المزرعة مباشرة، وقلنا هنبيع اللحمة ب100 جنيه اللحمة على الكفة مشفي، حتى أجبرنا الجزارين على نزول اللحمة. كل الجزارين جابوا التكاتك ولفوا البلاد والقرى المجاورة اللحمة ب100 جنيه أجبرناهم، وده كان الهدف من الرسالة بتاعتنا إن احنا نخلي الجزارين نجبرهم ينزلوا اللحمة، وبالتالي الناس تاخد لحمة مرتاحة. خلال أقل من أسبوع من انطلاق المبادرة تفاعل تجار اللحوم بالقرية معها خوفا من فساد بضاعتهم بعد عزوف الأهالي عن شرائها ليقوموا بتخفيض الأسعار، مما أدى إلى انتعاش حركة البيع مرة أخرى. بالنسبة للمبادرة الحمد لله أثمرت، كل يوم كانوا بيبيعوا عجلين، لدرجة إن احنا جينا في وقت من الأوقات خلاص التجار أعلنوا اللحمة ب80 جنيه، اللحمة ب90 جنيه من تاجر لتاجر، وفعلا بعتهم عربيات وتكاتك لفت من هذا القبيل. طبعا يعني مش عايز اقول لحضرتك بقى يعني الانسان البسيط العادي جدا اللي كان يعني مش عايز اقول لك بقى بيروح يجيب كيلو لحمه، دلوقتي قاعد بيخش يجيب كيلو لحمه وهيجيب 90 100 الحمد لله. يعني دلوقتي اتثبتت معانا اعلى حاجه 100، وده برضو بفضل الله انجاز. الناس ما كانتش مصدقه في الاول اللي عمري ما الجزارين يوصلوا كيلو لحمه يوصل 90 جنيه، اللي بعد ما اتعملت كده الناس خلاص كلتها اتبسطت. في اقبال طبعا، ما ببيع عجل في اليوم، كنت ببيع عجل في الاسبوع على 230 كنت ببيع عجل، دلوقتي ببيع كل يوم عجل على 100 جنيه. كنا الاول ما بنعرفش نشتري كيلو اللحمه، كنا نروح لاي تاجر يقول لك كيلو 140 جنيه، فكنا طبعا ما نقدرش نجيبها، الراجل دلوقتي محدود الدخل ما بقدرش نشتري كيلو اللحمه. دلوقتي عاد في المتناول بتاعي ان بروح اجيب كيلو اللحمه ب 90 جنيه. الناس النهارده ساعدت الناس على انها تاكل بس، ودي يعني حاجة كويسة وشجعت الناس وريحتهم نفسيا. الفترة اللي جاية عايمين في مشروع الأسماك، وإحنا اشتغلنا في الأسماك بقالنا 4-5 أيام، والنهاردة كنا جايبين أسماك محترمة، وإن شاء رب العالمين هنستمر في الحملة مش هنبطل لحد ما دشع التجار ينزلوا بالأسعار زي ما هي ماشية، وإن شاء رب العالمين كل البلاد اللي حوالينا بتيجي تاخد مننا من جمال البلاد اللي حوالينا الأسعار الرخيصة. دلوقتي بالنسبة لأي سلعة موجودة والتاجر مستغلين فيها احنا هنجيبها وهنبيعها لأقل منه علشان هو يضطر ان هو يبيع زيي، لو عملوا كده احنا هنبطل، ما عملوش احنا مستمرين على طول ان شاء الله. الى هنا لم تنتهي الحكاية، فمثل تلك الحكايات تبدأ لتستمر، حكاية تؤكد أن التغيير ملك يديك وأن الواقع لم يخلق ليفرض. ففي أقل من شهر فقط استطاع أهالي قرية برج النور أن يغيروا واقعا رفضوه، ولما لا وهم من قدروا أهمية أن تكون إيجابيا. علي عامر، MBC مصر.